بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم حبيباتي في قناة زوزي التشوية ووصفات حلويات العيد. اليوم جبت لكم حلوة ولا أروع واللي هي كيندر بوينو اللي كنا ديما نشريوها وهي غالية حاليا بأقل تكاليف وبالمول اللي جامي تتوقعوا أنكم ديروه به وهو مول تاع البابلي. يلا حبيباتي نشوفوا الوصفة مع بعض. الى عندك المول هذا يا حبيبتي غير جبتيه واستغليه في الوصفه هذه والله رائعه وبرستيج وهايله ولا اروع. الذوق تاعها كيما الكندر. بعد عندنا جبت الطابع هذا الاوفال، قيسوه على المول تاعكم وشريوه كيما ولا ديروا مول مستطيل. هنا جبت الزبده تاعي قسمتها على 4، عندي صفار بيض، ملعقه ونصف السكر، ملعقه جوز الهند وملعقه نشا. نبداو الوصفه تاعنا مع بعض. راح نديو ربع تاع الكميه يعني حوالي 62 غرام، يعني راح نقسموها على 4، نديو فرد طرف ونديرو به الحلوه تاعنا. يعني الحلوه هذه تاعنا راح تخرج لنا حوالي 17 حبه اذا استعملتوا المول هذا ولا الطابع هذا الاوفال، واذا استعملتوا طابع مستطيل يعني يكون شويه كبير عليه راح يخرج لكم حوالي 13 حبه. راح نزيدو زوج ملاعق زيت ونبداو نخلطو. يعني هنايا البنات يعني ما كميه قليله ما تحتاجوش الباتور، بصح انا استعملت الباتور باش تتحلي الزبده تاعي لانه كانت بارده والجو بارد. حاولت اني نحل الزبده هذيك مع الزيت، نحلهم مليح كما تشوفوا الكميه قليله تقدروا تحلوها بيديكم فقط. راح ندير ملعقه تاع السكر وملعقه تاع نشا ونخلطو شويه قبل ما نشعلوا الباتور باش ما يطيرناش العجين تاعنا، ومن بعد نشالو الباتور تاعنا كيما راكم تشوفوا حتى يتبدل شويه اللون تاعها ونبقاو نخلطو. من بعد نضيفو صفار البيض نخلطوهم مليح كيما بعد ما ضفنا البيض راح نضيفو لاروم تاع جوز الهند، راح يعطي لها واحد البنايه البنات ما تتصوروش، نتمنى انكم تجربوها. ونضيفو كميه تاع جوز الهند اللي هي ملعقه ونصف، نخلطو جيدا ونضيفو الكيلة تاع الفارينه تاعنا. هي يعني البنات الكميه تاع الفارينه حاولوا انكم تضيفو تدريجيا لانه الزبده قليله. زيدوا رشه ملح ورشه تاع خميره الحلويات، يعني ما تنساوش رشه ملح راني ما ذكرتهاش. تبقاو تخلطوا مليح حتى تتلم العجينه يا البنات ونبداو نخدمو بها. بعد ما لمينا العجينه تاعنا نجيبو ورق الزبده ونجيبو القنوط تاعنا ولا الحلال، راح نحلو العجينه تاعنا بين ورق الزبده هكا باش تجينا سهله ويعني ما تلصقلناش في القنوط تاعنا. راح نحلوها مليح ما نخليوهاش يا البنات رقيقه بزاف وما نديروهاش خشينه، يعني نديروها متوسطه، يعني الحبه تاعنا راح تكون متوسطه يعني ما حناش راح نلصقوا. شوفوا حبيبات تاع جوز الهند كيفاه تبان في العجينه. نجيبوا الطابة تاعنا ونقطعوا الحبات ونحطوهم في الفرن يطيبوا ونعسوهم يعني يديوا اللون الذهبي فقط، ما تخليوهمش يتحرقوا ولا يكونوا اللون تاعهم غامق. نوري لكم السمك تاع الحبه راح يكون متوسط يعني ما هو رقيق ما هو خشين. نجيبو البلا تاعنا اللي راح ندخلوه للفرن، نحطو ورق الزبده ونحطو حبيبات تاعنا تاع الكاطو تاع الصابلي تاع جوز الهند، نخليوه يطيب لمده 15 دقيقه يا البنات، يعني ما نخليوهش يتحرق كيما قلت لكم، راح نحافظوا على لونه وشكل تاعو. الخميره راهو ما فيهش بزاف يعني الشكل تاعو راهو ماهوش راح يتبدل كيما راكم تشوفوا، راهو خرج لي تقريبا 17 حبه. نحطوه في الفرن ونرجعو نكملو الوصفه تاعنا. هنا راح نجيبو الطبقه الثانيه، انا مش راح ندير الطبقه تاع البسكوي مع الطبقه تاع البسكوي نلصقهم، لا لا راح نخدم الطبقه تاع بنيون. عندي كوفريت هذا، عندي كميه من الشوكولا، كميه من جوز الهند، وعندي حليب المحلى هذا نيستلي اللي خدمناه في الدار. شوفوا الحبات تاعنا يا البنات راهو ما تغيرش الشكل تاعها وبقى اللون تاعها جا اصفر فاتح يعني ما طابش بزاف، ما خليتوش يحمر ونقصت للنار وخليته طاب بهدوء ودا اللون هذا الذهبي.
بعد ما رحينا القفرة تاعنا انا رحيتو في الحياة تاع الكاوكاو ولا ترحوه في الاشوار. انا بعد ما ذوبت الشيكولا تاعي على حمام مائي راح نجيب المول تاعي، راح ندير الطبقة الاولى تاع شوكولا بالبانسو هذا الصغير ونعاود ندخلها في الثلاجة ونعاود ندير لها الطبقة الثانية ونزيد ندير لها الطبقة الثالثة. هكا يا البنات باش تجي طبقة سميكة كما راكم تشوفوا. راح نكمل ندهن جميع الحبات تاعي هذو كامل، المول تاعي ندهنو كامل الطبقة الاولى ونحطو في الثلاجة في الكونجيلاتور حتى يجمدو مليح. نعاود ندير الطبقة الثانية ونزيد الطبقة الثالثة ومن بعد نحط شوكولا المرجان كما راكم تشوفوا. راح نديرها في لابوش ونحط الكمية اللي نحبها. انا عمرتها مليح كما راكم تشوفوا يا البنات. تحبوا تغيروا المقادير وديروا شوكولا سوداء، كما تعرفوا شوكولا البيضاء ماهيش وافية، يعني ما تكونش وافية، يعني ما قدروا نضيفوا لها والو، نحاولوا ان نحافظوا عليها باه ما يقيسهاش الماء باش ما تفزدلناش، ماشي كيما شوكولا السوداء يعني نقدروا نضيفوا لها الزيت. هنايا بعد ما نحطها كامل الشوكولا تاعي نحطها في الثلاجة ولا في مجمد حتى تجمد مليح. كي نكمل نوجد الطبقة الثانية ونجي نزين بها. انا نجي القفر تاعنا باش نلموه نحتاجو شوكولا، نحتاجو حليب نيسلي اللي خدمناه في الدار، نحتاجو حوالي 3 ملاعق تاع جوز الهند لنكهوه ومنكه جوز الهند ولارون تاع جوز الهند. كيما راكم تشوفوا حطيت 3 ملاعق. الكمية اللي تحبوها ديروها يا البنات يعني على حسب الرغبة تاعكم. واستخدموا غوفريت تاع الفاني احسن. اذا حبيتوا واذا درتوا الكو تاع الشوكولا في الصاب اللي درتوه بالكاكاو ديروا غوفريت تاع الشوكولا احسن. وقل الاختيار يرجع لكم يا البنات، تحبوا ديروا بشوكولا ولا شوكولا بيضاء ولا شوكولا سوداء. نخلي لكم مقادير الوصفة يعني بشوكولا ولا شوكولا بيضاء ولا شوكولا سوداء ولا كفريت بشوكولا بيضاء ولا شوكولا سوداء، خليها لكم في صندوق الوصف. هنا بعد ما حطيت شوكولا تاعي ذوبتها حطيت، راح نحط الحليب المركز كما راكم تشوفون، نضيف الكمية معتبرة ونبدأ نخلط بيدي كما راكم تشوفوا حتى تدخل العجينة، ونضيف حليب المركز على حسب الحاجة حتى تتلملي العجينة كيما راكم تشاهدوا. نضيف تدريجيا تدريجيا ونبقى ندخل، ونضيف لاروم تاع جوز الهند. هذا لاروم يا البنات راح يخلي له واحد الكو تاع جوز الهند والله ولا اروع، هايل وبنين كيما راكم تشوفوا. راح ندخل جميع السوائل في الكوفريت ونبدا نلم، ونضيف حليب المحلى هذا نيستلي صنع منزلي. راح نخلي لكم وصفة تاعو حتى هي في صندوق الوصف، ونخلط كامل العجينة تاعنا حتى تحصلوا على عجينة، ونبقاو نضيفوا بالتدريج حتى تحصلوا على العجينة كيما هكا حتى يبي تلم لنا كيما راكم تشوفوا. ونبداو نحلو، نجيبو ورق الزبدة نحلو العجينة تاعنا كيما حلينا صابلي بنفس الطابع اللي استخدمناه في الصابلي تاعنا، هذاك هو اللي راح نحلو به. نجيبو الكوفريت تاعنا نحطوه بين ورق الزبده ونحلوه بالقنوط كيما راكم تشوفوا. والسمك تاعو يا البنات راح يكون كيما الصابلي، يعني ما يكونش طبقه رقيقه خلاص وما تكونش طبقه خشينه، يعني تكون متوسطه. راح نحلوه كامل كيما راكم تشوفوا. هنا نجيب لا كوبات راح نريق العجينه تاعي تاع البنيون تاع الكوفريت باش تحكم الشكل تاعها، ونعاود نحلها شوية نهبط لها في السمك تاعها جاتني خشينة، ونجيب الطابع ونبدأ نطبع به عادي كيما الصابلي. نحطهم في ورق زبدة ولا على ورق الزبدة حتى نكمل جميع الكمية، ونزين به ونبدأ نلصق فيه مع الصابلي تاعنا ولا الحلوة تاعنا. هنا شوفوا يا البنات السمك تاع الصابلي كيما السمك تاع الحلوة تاع الكوفريت. انا عندكم حاجة برك كي تقطعوها حاولوا انكم تريقلوا الجوانب تاعها لانه فيها الكوفريت وفيها جوز الهند راح يخرج لنا احرش ولا ماهوش مستوي على الجوانب، يعني حاولوا انكم تخدموه هكا على الطاولة تاع العمل تاعكم وباش يجيكم الشكل تاعو متحوف كيما راكم تشوفوا. السمك تاعو كيما تاع الصابلي بعد نسويو له الحواف تاعو يا البنات كيما راكم تشوفوا باش تجينا الحبة تاعنا متحوفة.
ومن بعد نحطوه كما تشوفوا القوام تاعو والسمك تاعو كيما السمك تاع الصابلي. انا بقى لي جيت تحنيست لي الحليب المركز هذا، جبت شويه بالمغرف باش تلصق لي الحبه، هو يقدر يلصق بصح الاحسن انك ديري نيسلي باش تضمني كي ديري له شيكولا تزينيه بشوكولا ماهوش راح يهبط لك ولا يفسد. انا ديري شويه تاع حليب نيسلي وتحطي الحبه تاع صابلي والحبه تاع الكوفريت هذاك ولا البني واللي خدمناه كيما راكم تشوفوا، وراح نكملوا نفس الطريقه حتى نكملوا جميع الحبات. هنايا بعد ما جبت لنا الشوكولا تاعنا وكملنا وجدنا الصابلي تاعنا راح نبداو نزينوه. نحطوا الحبه كيما راهي، تحبوا ديروا فوق الشوكولا المرجان نزيدوا نضيفوا فوقها شوكولا بيضاء باش نغطيوها باش ما تسيحلناش، بصح والله يا البنات راني جربتها وما ساحتليش خلاص. تقدروا تضيفوها هكا يعني تنحيوها ديموليوها كيما راكم تشوفوا وتحطوها فوق الحبه مباشره، ومن بعد راح نزيدوا له الشوكولا كما راكم تشوفوا الحبات هم جايين قد بعضهم نفس الحشو نفس الحجم ونفس الشكل. هنا راح نجيبوا الشوكولا تاعنا. هنا يا البنات شوكولا ما لازمش تكون سخونه، حاولوا انكم تذوبوها وتخليوها تخلطوها شويه باش تبرد لكم، لانه كنضيفوها يا البنات على الشوكولا تاعنا هذه اللي فيها شوكولا تارتيلا تاع المرجان راح تذوب لكم وراح يفز لكم لا فورم تاع الحبات تاعكم، يعني ما يجيكمش الشكل تاع الكيندر بوينو. كما راكم تشوفوا يا البنات راح نحطوا شوكولا راح نخبطوها شويه نديروا فرشيطه باش تسهل لنا العمليه. بعد ما تحطوها على ورق الزبده حاولوا انكم تحركوها شويه باش يتنحى ما يكونش عندكم الزوائد. هنا نكملوا باقي الحبات كيما راكم تشوفوا. هنايا خلصت لي شوكولا البيضاء، عاودت كملت بالشوكولا تاع الحليب وشوكولا السوداء، يعني درت ثلاث شوكولا. كما تعرفوا الشوكولا البيضاء راهي ماهيش وافيه وما تكونش بزاف، ماشي كيما شوكولا نوار يعني نقدروا نضيفوا لها الزيت. هنايا شوكولا البيضاء كما راكم تعرفوا. راح نكمل تزيين الحبات تاعي بشوكولا البيضاء واللي بقات راح نزينهم بشوكولا السوداء ولا شوكولا بالحليب. هنايا نقطع لكم حبه راح تشوفوا الهشاشه تاع الحبه، شوفوا والله ولا اروع، والمذاق كيما كيندر بوينو ولا اروع هايل. جربوها ان شاء الله في العيد وتعجبكم وان شاء الله تنال اعجابكم. شوفوا تراوا والهشاشه تاع الصابلي تاعنا ولا تاع الحلوه تاعنا وراهي محشيه بزاف بالشوكولا تاع المرجان تاع ذوق البندق. هذو الحبات درت الشكل هذا تاع بشوكولا البيضاء، وكاين هذو درتهم بوحده بشوكولا بيضاء، حابه نعطيكم برك يعني الذوق يرجع لكم يا البنات، شوكولا بيضاء وشوكولا سوداء وشوكولا بالحليب، ذوق ولا اروع يا البنات. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه في العيد هذا، تدعوا لي ان شاء الله، ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس ليصلكم الجديد. مع السلامه حبيباتي.